هدر الهدر الهدر في الدشرة معاها ديما تحللنا القصرة 30 حلقة وكل يوم تربح سمارت فون معاها نستناع هدر الهدر الهدر في الدشرة معاها ديما تحللنا القصرة دشرة تربح والهدرة قليلة لكم شينا طريقة طويلة الهدر في الدشرة كاع نبغوا نروحوا لقدام واذا رجعنا نرجعوا غير اصلنا على هذا خيرنا نروحوا كل يوم دشره ونخرجوا منها الامثال الشعبيه والكلام الزين اللي تورتوه الاجيال الهضره سطر والمعنى بحر الهضره والمغزل الهضره في الدشره الهضره في الدشره. مشاهدينا الكرام وعليكم السلام معكم اخوكم انس تناع ولفتوني ولفتكم كي العاده صحه رمضانكم وما راش باقي بزاف للفطور نفوتوا وقيته نضربوا تحويسه ونعاودوا نولوا الهضره هكا خير. اسمع ياني رايح بكون مقبحه ريحو عقلني ريح مع عمولي هي اهلا الحاج يا فالله الله يسلمك قرب اخويا قال لك قرب اهلا لاباس صحه رمضانك يسلمك شراك الحمد لله. حنا الحصان تاعنا سموها الهضره في الدشره راني ندور في الشر ندي المعاني احكام النصايح تاع بكري تاع زمان ونديهم معايا. قال لك ما يعجبك نوار دفله في الويدان داير ضلايل ما يعجبك زين طفله حتى نشوف الخصيل قمره وروح تزوج ولا ما كانش تعرف الفاميليا نتاعها وتعرف خاوتها الفاميليا نتاعها مش قال واحد يتزوج وخلاص وقت مكرفس والله وقت مكرفس الحاج الله يحفظك وبارك الله فيك اللهم امين. وانا يدي ما جاوش خاويين كي ادن المغرب ان شاء الله غادي تفكرني كاع 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 شهر رمضان تتفكر فيا ودعي لنا دعوه الخير الله يحفظك. ها هي لا امان هنا تفضل اشرب فيها البن حل بها الصيام الله يبارك في الامان تهلا بروحك الله في الامان الله يبارك بارك الله فيك. هادو مناظر هادو عصافير تزقزق شكم ديروا ها ما سمعتش الكذا والكنز صح ما تخافش انا غير نهضر معك وشنو هذه الكنز لعبه تاع الكنز حجرات ندقهم ونلعبوا بهم تلعبوا بهم شكون يغني لي غنيه ها نداك ما قاف زروا غني لي غنيه اوقف شوف هيا غني لي شغنيه يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك يا من عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك بصر وسمع والكلام مكمل سبحان من أعطاك ثم حماك الله الله أعطوه تصفيقة أعطوه تصفيقة صفقوا عليه هكا صفقوا على صاحبكم بصح سمش عليك هكا كي راك واقف تلعب ها عادي حياتي معليش انا غادي نعطيك حاجه ديرها باش السمش ما تضربك صح هيا شوف هاك ها دير هذه هنا هكا باش السمش خاطر جايك ما نديرهمش لك صح هيا وتهلوا في بعضكم بعض وما تدابزوش صح هيا في الامان تهلوا في رواحكم ها واش شو قلت لي؟ عندي أغنية. أغنية؟ يا عمري غني لي قولي شوف. مدرسة الحبيب منزلي غريب أبوابها متسعة أقسامها متسعة أحببتها من قلبي لأن فيها صاحبي. الله الله يا عمري يا عمري غنوجة هذيك صاحبي بارك الله فيك أنت داني نعطيك هدية صح؟ وقرا مليح صاي قرا مليح وفرح والديك صح؟ هاي اعطيني شوف ها هاي الهديه تاعك هذه من قناه الشورو صح البساه وتفكرني هيا وقرا مليح صاي هيا في الامان. السلام عليكم اهلا الراجل زين لاباس الحمد لله اخويا ديا في ربي يقرب لك الخير
الحمد لله يا ربي وشرك قناة شروق الحصان الهدرة في الدشرة. مرحبا بكم أخي، اللي نقدر نعاونك بها نعاونك. الله يحفظك، حنا رانا هنا جينا للتشر باش ندو كلام الموزون، ندو المعاني، ندو كلام زمان. هذه اللي قالها الناس الكبار، قال لك اللي فاتك بليلة فاتك بحلة. ايه على بالي، بصح حنا تاني نقدر نقول انا بعثك للزاويه القديريه عند السوق، هذه تلقى فيها، واللي نقدر نقول لك عليها انا تقعدوا تفطروا معايا. لا الله يحفظك، الله يخلف عليك على نظرك طويله. مازال هيا راني رايح تمايا في لمن. تهلا في روحك، صافي فطوركم، يعطيك الصحه. مشاهدينا الكرام، راني ندور وندودر، وبعثوني هنا زاويه القادريه، الزاويه القادريه بمسعد. قال لنا باللي الحاجه اللي نحوسوا عليها غادي نلقوها هنا، نلقوها هنا. بصح شاولة الدعوة راهي كلش مبلع هنا. محمد كوم دابيتود عندي العفسة. راني دخلت اخوتي كي العادة. محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا وسهلا. لاباس؟ هاك مليح؟ الحمد لله. ضياف الله قرب. مرحبا وسهلا. الله يسلمك وبارك الله فيك. صح رمضانك. الله يسلمك، كل عام وانتم بخير ان شاء الله. الله يسلمك. هذه الزاوية، هذه الزاوية القادرية بمسعد، مرحبا بك فيها. الله يحفظك سي احمد، بارك الله فيك. انا كنت نتمشى هنايا في هذه مسعد، وقالوا لي بلي الحاجة لك تحوس عليها تلقاها هنا. مرحبا. طلع الهضرة في الدشرة اخويا، اعطيني كشم تل شعبي ولا كلام موزون وخليني نديه معايا. نبداو من هذه البل. احنا نقولوا عندنا في المثل، يقولوا البل تبرك على كبارها. معنى ذلك هذا المثل، ان الابل يتبع الوالد نتاعو، يتبع الأجيال اللي قبله، يأخذ عنهم النصائح، يأخذ الحكم ويمضي بها في الزمان، باه ما يتعثرش في دروب الحياة. هذا هو الصح، كاين اللي قرأ وكاين اللي قرأ الدنيا. شكرا. بارك الله فيك. كيما فتنا كيما هكاك، حنا جبنا لك حاجة بسيطة اللي تفكرنا بها، لعل وعسى دعنا دعوة الخير. شوفتكم هي البركة وهي المعطى. الله يحفظك. خيركم. الله يحفظك. عطيني تشوف هنا، هاي هاي الأمانة. أتفضل، وما بدي بين هذه المعلومات وهذا الكلام بارتاجوه منا. بارتاجوه منا في فيسبوك والإنستغرام. الله يحفظك، اتهلنا في روحك. مسعد عليكم، مسعد البلاد كاملة عليكم. مرحبا وسهلا. بارك الله فيك، الله يحفظك. شكرا. في الأمان. في الأمان. بالسلامة.